جبال البرانس لماذا؟ هذه تقع في الشمال، يريد أن يعبرها ثم بعد ذلك يخترق ما وراها من دول أوروبا حتى يصل إلى القسطنطينية. شوف هدفهم، والله هدف عظيم أيها الأخوة. أنت الآن لو واحد يقول لك، يقولنا كثير، يقول لك في محاضرة مثلا في الجهرة، جهرة تبعد عنا بالكويت، والكويت عنا صغيرة البلد، ما تبعد عنك حتى 25 كيلو، قال بعيد شو يودينا هناك. لو تقول له محاضرة في المنطقة العاشرة، قالوا باخر الدنيا، وعنده سيارة وعنده جمس وعنده مش عارف ايش، مرتاح. انظر إلى هؤلاء، هذا هو السلف أيها الأخوة. تقول السلف الصالح، السلف الصالح، نعم صالح في كل شيء. هؤلاء تلاميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعبر حتى يهاجم القسطنطينية. هذه كم كيلو؟ 100 1000 5000، لو تأخذها من المدينة المنورة بهذا السير، بهذا الخط، من المدينة المنورة إلى الشام، هنقول دمشق، تخرج من دمشق تذهب إلى مصر، ثم تخترق المغرب كاملا، المغرب كاملا، وتعبر إلى إسبانيا الكبيرة، وتعبر إلى جبال البرانس، وتتوغل في فرنسا لكي بعد ذلك تهاجم، يعني تخترق دول أوروبا لكي تهاجم القسطنطينية. لا شك والله يا أخوة أنها همة عظيمة ما يقوم بها إلا من يعني تمكن الإيمان من قلبه. لا نشك والله يا أخوة في هؤلاء، لا نشك في ذلك. لكن هنا خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك بن مروان لما عرف نية موسى بن نصير خشي على الجيش الإسلامي، فأمر موسى بأن يأتي إلى الخليفة في دمشق، وهذا ما تم. يعني عاد موسى، وبعد ذلك يقال أنه توفي، قالوا في يعني في الحجاز، في قال من أنه توفي في مكة، وفي من يقول أنه توفي في المدينة المنورة. وبعد ذلك طبعا عاد معه طارق بن زياد، وطارق بعد أن وصل يعني ما له سيرة واضحة مكتوبة، لكن يقال أنه توفي في سنة، توفي سنة 200 بعد 100 الأولى للهجرة. من ضمن أيضا الروايات التي يعني تذكر وتروى عن باب أيضا الأمانة العلمية، يعني أول ما وصل موسى بن نصير يعني وصل، ويعني الخليفة الوليد بن عبد الملك كان في مرض الموت الذي توفي به، فهنا يعني سليمان بن عبد الملك ما كان راضيا عن موسى بن نصير. ولماذا؟ يعني هو وصل قبيل وفاة الخليفة الوليد بثلاثة أيام، معه الكثير من الغنائم، فأمره سليمان بن عبد الملك أن ينتظر، ما يقدم بها على الخليفة، لكنه هذا يعني رجل مؤتمن، فقدم بالغنائم على خليفة المسلمين الملك. هنا طبعا لما يعود موسى بن نصير، المسألة ليست فوضى أيها الأخوة، قام باستخلاف ابن عبد العزيز على الأندلس. هذا عبد العزيز تزوج من أيلة أو إيلونا، سميت بعد ذلك أم عاصم، هذه أرملة لوذريق، أرملة رودريغو لوذريق. هناك كبار القادة المسلمين قاموا، شوف عدب الخلل، قاموا باغتيال موسى بن أو عبد العزيز بن موسى بن نصير في سنة 97 هجرة. أين قتلوه أيها الأخوة؟ قتلوه وهو يصلي في مسجد بمدينة إشبيلية. الذي تزعم هذه المؤامرة، مؤامرة اغتيال عبد العزيز بن موسى بن نصير الوالي الإسلامي على الأندلس، هو حبيب ابن أبي عبدة ابن عقبة بن نافع الفهري، حفيد، هذا حبيب، هو حفيد عقبة بن نافع الفهري الذي خاض البحر المحيط بفرسه. إذن هنا نبتدئ نشاهد الحقيقة، بروز الفتن في الدولة الإسلامية بالأندلس. برروا طبعا فعلتهم الشنيعة هذه، قالوا أنه طبعا يعني انقاد كثيرا لهذه الزوجة أم عاصم أو إيلونة أو أيلة، أخذ يستمع لها كثيرا، ويعني حتى أنه يعني اتهموه بأنه يعني كانت تريد أن تضع على رأسه تاج النصارى، بل أنه لبس تاج النصارى حتى يكون ملكا على إسبانيا. طبعا هذه فرية، أين قتلوه؟ قتلوه بالمسجد. ماذا قال موسى بن نصير لما سمع هذه الفرية؟ ما كان بالشام طبعا في دمشق، قال لسليمان بن عبد الملك: أعرفه قواما خواما، فعليه لعنة الله إن كان الذي قتله خيرا منه. يعني عرف ويعرف حبيب بن أبي عبد ويعرف منه. طبعا عبد الله بن موسى بن نصير أيضا كان يعني والده قد عينه واليا على المغرب، لما عاد ما يتركها هكذا. نقول قام الخليفة سليمان بن عبد الملك قام بعزله، ويعني ولا بدلا منه محمد بن يزيد، ومحمد بن يزيد هذا يعني
كان مولا لقريش من موالي قريش، لكنه أيضا كان من الرجال الحازمين. هذا الكلام حدث في سنة 97 هجرة. ثم لما أتى الخليفة عمر بن عبد العزيز في سنة 99 للهجرة، وهو ثامن الخلفاء الأمويين، وبالمناسبة والدته هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب الفاروق الله أكبر، جده الفاروق لأمه. هذا لا شك أنه كما تعرفون توفي في السنة الأولى بعد المئة للهجرة، الخليفة عمر بن عبد العزيز. وسيرته طبعا أشهر الحقيقة من أن نتكلم عنها، لا شك في ذلك، هو من عظماء رجال الإسلام، من القمم الإسلامية الكبيرة. فنقول هذا طبعا عمر بن عبد العزيز بعد أن تولى الخلافة قام بتعيين إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي المهاجر دينار. تعرفون تتكلمنا نحن عن أبي المهاجر دينار، هنا أيضا يعين حفيد أبي المهاجر دينار، وهو إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي المهاجر دينار. هذا الرجل يعني عمر بن عبد العزيز يعرف من يختار. بالفعل هذا إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر كما يعني يذكر الكثيرين تفانى في نشر الإسلام في المغرب. أيضا عمر بن عبد العزيز كان قد أرسل معه عشرة من التابعين من أهل العلم، وطبعا أمرهم بأن يخلصوا النية لله سبحانه وتعالى، وأن يبذلوا الجهد الكبير في تعليم البربر شرائع الإسلام وعلوم الإسلام. وحتى أن يعني الذين تخصصوا في دراسة التاريخ المغرب والأندلس يذكرون أن معظم بربر أفريقيا، انظروا الآن أيها الأخوة، يعني هذا الكلام بعد تقريبا 80 سنة أو 78 سنة من الفتح للمغرب، يقول الكثير المؤرخين أن الكثير أو معظم بربر أفريقيا أسلموا في أيام إسماعيل. طيب ماذا حدث في الأيام؟ ما كانوا مسلمين؟ لا كانوا مسلمين، لكن يعني كما قلنا تكثر بينهم الردة. لكن الآن لما أتى هؤلاء العلماء أو العلماء الأجلاء الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز، لا شك أنه ذو نظرة صائبة وذو بعد نظر كما يسمونها، وكما يعني لما أرسل هؤلاء الحقيقة فعلا قاموا ب يعني غرس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف العظيم في قلب البغل. هنا طبعا لما توفي عمر بن عبد العزيز كما قلنا السنة الأولى بعد 100 هجرة، ويأتي بعدها ابن عمه اليزيد بن عبد الملك، قام اليزيد بن عبد الملك بتعيين رجل اسمه يزيد بن أبي مسلم، ويقال أنه هذا من يعني صاحب شرطة الحجاج، وزير داخلية الحجاج بن يوسف. طبعا وزير داخلية الحجاج توقعوا منه. يقولون لما تولى طبعا سار بالبربر بسيرة جائرة ظلم، لكن يعني البربر أو الجماعة اللي هناك في تلك المنطقة قاموا بقتله بعد شهر من توليه لهذا المنصب، وقاموا بتعيين محمد ابن يزيد القرشي، بتعيين محمد ابن يزيد القرشي، وكتبوا للخليفة اليزيد بن عبد الملك ذلك فيما حدث، فطبعا وافقه، ما كان يستطيع يعصي. بعد ذلك في سنة 300 للهجرة قام الخليفة اليزيد بن عبد الملك بتعيين بشر بن صفوان الكلبي، وهذا أيضا توفي في سنة 109 للهجرة بعد غزوة ناجحة في جزيرة صقلية. ثم في سنة 1100 للهجرة يصلهم عبيدة بن عبد الرحمن السلمي، وهذا قيسي مضري، أن هناك الكلبي لما قلنا بشر بن صفوان الكلبي قحطاني، وهنا هذا عبيدة بن عبد الرحمن السلمي من قبيلة سليم لها شأن سوف نتكلم عنها، هذا كان يتعصب للمضرية، وهو بالذات من المضرية أيضا تنقسم إلى قيسية، فهو كما يوصف كان قيسيا متعصبا. فهذا أيها الأخوة وصل إلى القيروان ونكل بعمال بشر بن صفوان الكلبي، وقام أيضا بتولية أربعة ولاة على الأندلس. قلنا الآن أمر الأندلس بيد والي المغرب، ووالي المغرب كان يعني يعينه والي مصر، لكن المغرب الآن كبرت بعد أن خضعت كلها الدولة الإسلامية، انفصلت بولاية، وأصبح أمر الأندلس بيد والي المغرب بعد أن كان والي مصر هو المهيمن على الجميع في ذلك الوقت. لكن هذه أيضا دولة كبرت. نعم، وقلنا قام بتولية أربعة ولاة على الأندلس، نذكرهم مشاهير: عثمان بن أبي نسعة خثعمي، خثعمي يعني قحطاني. ثم بعد ذلك عين حذيفة بن الأحوص القيسي مضري عدنانها، وأيضا الهيثم بن عبيد الكناني قبيلة كنانة، وهذا عدناني مضري أيضا، وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الشهير جدا، هذا سوف نتكلم عنه إن شاء الله.
فعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي هذا أيضا قحطاني، فيعني تولى أربعة من هؤلاء الولاة على الأندلس. لكن عبيدة هذا كما قلنا عبيدة بن عبد الرحمن السلمي ظالم غاشم، وعماله يعني قاموا كما قلنا بالتنكيل بالذين عينهم بشر بن صفوان. بشر بن صفوان الكلبي كان قد عين أحد المشاهير وهو أبو الخطار الحسام ابن ضرار الكلبي، فهذا أبو الخطار كان يجيد قرض الشعر، والشعر في ذلك الوقت أيها الإخوة يعني له دور كبير في إثارة الرأي العام في ذلك الوقت، يعني مثل المقالة الصحفية القوية أو ما شابه. فكتب قصيدة للخليفة يتظلم بها من ما يصنع يعني هؤلاء يعني العمال يعني من ظلم وتعدي. والخليفة في ذلك الوقت هو الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك بن مروان. فقام هشام بعزل عبيدة هذا الذي تكلمنا عنه، وعين عبيد الله ابن الحبحاب السلمي، كان والي مصر هذا عينه واليا على جميع المغرب. فهذا طبعا عبيد الله ابن الحبحاب السلمي هو طبعا سلولي من سليم سلولي من بني سلول، وهو مولى لبني سلول، تولى طبعا إمارة مصر، ثم بعد ذلك تولى أمر المغرب بأمر من هشام بن عبد الملك. لكن بعد ذلك عزله هشام في سنة 123 للهجرة وتوفي في نفس السنة. على كل حال عبيد الله بن الحبحاب هذا السلمي والي مصر الذي عين والي على جميع المغرب، قلنا عين عقبة بن الحجاج السلولي لأنه هو سلولي سلمي من نفس جماعته، وهؤلاء أيضا قيسية مضرية عدنانيين، عينه على الأندلس. وابن الحبحاب كما هو معروف كان متعصبا للقيسية وظالما جائرا مع البربر، أدى هذا أيها الأخوة هذا الظلم وهذا الجور أدى إلى وقوع الفتن والثورات الخطيرة. وطبعا بالشكل لا شك أنه يعني طبعا لما يكون الوالي ظالم ماذا تتوقع من أعوانه؟ طبعا كانوا ظلمة مثله، وماذا يصنعون؟ الآن يأخذون نساء البربر الجميلات إلى الخليفة على اعتبار أن هؤلاء النسوة يعني كافرات لم يدخلن في الإسلام، فاعتبرونهم يعني كسبي ولا سبي في الإسلام أيها الأخوة المسلمات، فهذا ظلم. وكذلك الخليفة هشام بن عبد الملك كان يحب الفراء العسلية، فراء الخراف اللي لونها عسلي صافي ما به يعني لون آخر. وماذا يصنعون لكي يرضوا الخليفة؟ الخليفة طبعا ما أمرهم بأن يظلموا الإحضار مثل هذه الفراء له، كان يذهب عماله إلى قطيع الخراف مثلا، يجي إلى هذا البربري الفقير وعندها الكثير من الخراف في قطيعه، يعني مثلا 200 أو 300 رأس من الغنم، ماذا يصنعون؟ يذكرون أنه تذبح أو تبقر بطون 100 شاة ولا يجدون جنينا ذو فراء عسل لكي يعني يرسلوه الخليفة. الخليفة ما يعلم بذلك، خليفة لا شك أنه محاسب على ذلك لكنه لم يكن يعلم بذلك. هنا أيها الأخوة من يستغل هذه الأوضاع؟ اسمعوا يا أخوة وتعلموا، اسمعوا وعوا، تاريخ دروس وعبر، تاريخ دروس وعبر. من الذي يستغل هذه الأمور؟ الخوارج. الخوارج ظهروا وبرزوا، تعرفون بالدولة الأموية كان عز نشاط، استغلوا هذه الظروف، ظلم الولاة للرعية. فقام الخوارج، دعاة الخوارج بإغراء الرعية لكي يخرجوا على الخليفة. ماذا قال البربر المساكين؟ قالوا إنا لا نخالف الأئمة بما تجني العمال. شوف الكلام يعني كلام الحقيقة إسلامي طيب، لا نخرج على الخليفة وعلى أمرائنا بما يصنع يعني للسفهاء. فماذا رد الخوارج؟ قالوا لهم إنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك، هذا العامل أو الوزير أو ما شابه لو ما كان عارف أن الحاكم ظالم لما ظلم، هذه حجة الخوارج. لكن ماذا قال يعني البربر؟ قالوا نرسل يعني وفد لمقابلة الخليفة في دمشق. فبالفعل أرسله ميسرة المضغري، أرسله ميسرة المضغري على رأس وفد يعني قالوا أنه يعني أكثر من 10 رجال تقريبا إلى الشام لمقابلة الخليفة في دمشق. من كان وزير الخليفة هشام بن عبد الملك في ذلك؟ هذه أيضا درس نتعلم يعني يتعلم منها الحقيقة ولاة الأمور، يجب أن يكون الوزير أو مسؤول الديوان أو ما شابه أيضا يعني يهتم بالرعية، هو حلقة الوصل بين الحاكم وبين الرعية، الحاكم قد لا يعرف كل شيء.
فكان الوزير في ذلك الوقت هو الأبرش الكلابي، أبرش الكلابي سعيد بن الوليد، يلقب بالأبرش الكلابي. هذا متكبر جبار طاغية مغرور. فلما رأى هؤلاء البربر المساكين يريدون أن يقابلوا الخليفة ما جعلهم يعني يدخلوا على الخليفة، ولم يبلغ الخليفة بهذا الوفد الذي أتى من المغرب لمقابلته. فطبعا غضب البربر بقيادة ميسر المضغري، فرجعوا إلى بلادهم وهم في شدة الغضب وال يعني المهانة التي ألحقتهم، عادوا إلى أفريقيا. وهناك أعلن الثورة وقاموا بقتل عامر هشام ابن عبد الملك، وتولى ميسر المضغري البتري ومن قبائل البربر البتر أمر الدعوة الصفرية، إذن هو من الخوارج الصفرية. هنا الحقيقة أريد أن أتكلم عن المسألة نشأة الخوارج، كيف نشأوا والأمور هذه. الفر الكثير من الخوارج ومن الحقيقة الهاشميين ذهبوا إلى بلاد المغرب والتجأوا عند القبائل البربر. لماذا؟ بلاد المغرب بعيدة عن سلطة الخليفة الأموي. وهؤلاء لما ذهبوا طبعا أناس أتوا من الشرق الإسلامي، ثقافتهم الإسلامية عالية جدا خلاف البربر الحديث العهد بالإسلام. ولما وصلوا هناك يعني كان حال البربر في ظلم العمال والولاة الذين كان يرسلهم خلفاء بني أمية المتأخرين. نقول البربر في ذلك الوقت ينقسمون إلى قسمين من ناحية يعني المذاهب الخارجية التي أخذوها بعد ظلم العمال. قلنا دعاة الخوارج لعبوا دورا كبيرا قبل أن يذهب الوفد هذا إلى دمشق. بربر القسم الشمالي من المغرب الأقصى، هناك المغرب الأقصى اللي هو المملكة المغربية الحالية، القسم الشمالي من المغرب الأقصى والمغرب الأوسط، قلنا الجزائر، يعني الجزائر والمملكة المغربية الآن الأقسام الشمالية منها، البربر هناك تقبلوا المذهب الإباضي. مذهب الإباضي نسبة إلى عبد الله ابن إباض التميمي، وهذا أحد مذاهب أو أحد فرق الخوارج. الخوارج كثيرين، شرات، أزارقة، صفرية، إباضية. طبعا الدكتور وليد الطبطبائي حين يسمعنا يزعل علينا، هو متخصص في الإباضية. أنا طلبت منه أن يعطيني يعني ملخص في ورقتين لكنه تأخر علي، ولذلك إحنا يعني سوف لن نتوغل كثيرا في الكلام عن الإباضية. نقول أنها فرقة من فرق الخوارج على كل حال. فنقول الـ يعني بربر القسم الشمالي من المغرب الأقصى والأوسط، هؤلاء أخذوا المذهب الإباضي وينسب إلى عبد الله بن إباض التميمي. القسم الجنوبي من المغرب الأقصى اعتنقوا مذهب الخوارج الصفرية. الصفرية طبعا قالوا نسبة إلى صفرة وجوههم من كثرة العبادة، وفي من نسبهم إلى المهلب بن أبي صفرة الأزدي، لكن النسبة اللي اعتقد أنها صحيحة ومذكورة في الكثير من الكتب هي نسبتهم إلى عبد الله ابن صفار التميمي. نعم، هؤلاء بربر القسم الجنوبي من المغرب الأقصى الصفرية، هؤلاء الخوارج الصفرية كانوا يدعون إلى قيام دولة إسلامية بربرية. هنا عنصرية ظهرت، يدعون إلى قيام دولة إسلامية بربرية. العرب هناك كانوا مسيطرين كما تعرف. زعيم هؤلاء الذي تزعم هذه الفكرة الرهيبة هو صالح بن طريف. لازم تشاهدون الفتنة الكبيرة من وراءه. صالح بن طريف أبوه طريف بن شمعون يهودي أسلم واعتنق، دخل بعد ذلك في مذهب الخوارج. ولما أتى ابنه صالح بن طريف قال صالح أنا يعني ادعى، يعني بعد ذلك ابنه صالح بن طريف ادعى النبوة ووضع للبربر ديانة باللغة البربرية. زعم بأنه أيضا المهدي المنتظر وأنه هو صالح المؤمنين، فإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، سورة التحريم كما تعرفون. ثم شرع لهم الصوم في رجب والإفطار في رمضان، وفي الوضوء يغسلون السر والخاصرتين، فرض عليهم خمس صلوات في النهار ومثلها بالليل، والزواج بأكثر من أربع، وحرم عليهم زواج المسلمات، وحرم عليهم رأس كل حيوان، وحرم عليهم أن يذبحوا الديك لأنه يقول هو الذي يعني يذكرهم بالصلاة، وأمرهم بأن يربوا شعورهم في ظفائر مثل يهود اليمن بشعورهم الطويلة. على كل حال يعني أنا أريد أن أتوقف هنا أيها الأخوة لانتهاء المدة المحددة، وإن شاء الله أكمل معكم في بعد غد بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير على حسن استماع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخواني نرحب بكم في الدرس الثالث
من سلسلة دروس أو محاضرات في التاريخ السياسي الإسلامي.